بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارا من اليوم على 134 شركة كمرحلة أولى. الإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم بالربع الثالث من العام إلى 7.3%. وأسيان توقع أكبر اتفاق للتجارة الحرة على مستوى العالم في خطوة تضمن للصين وضع قواعد التجارة بالمنطقة. مشاهدينا الكرام، من النيل أخبار نحييكم. هذه نشاطنا الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم، أهلا بكم. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا شامل رسما توضيحيا يسلط الضوء على الإنجازات المتحققة في قطاع الغاز الطبيعي والتي أحدثت طفرة في الإنتاج، ما أدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بالإضافة إلى البدء في عمليات التصدير، ما عزز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية. وأوضح التقرير أن مصر حققت زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة البديلة الأكثر تكلفة وتلويثا خلال 3 سنوات. هذا وقد بلغت نسبة الزيادة في استهلاكها نحو 8% لتصل إلى 59.6 مليار متر مكعب عام 2019-20، في حين تم زيادة المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات بنسبة 54.8% لتصل إلى 47.2 مليون متر مكعب في عام 2019-2020. أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعدها اليوم، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر. ومن المقرر أن تنضم الشركات تباعا للمنظومة حتى نهاية يونيو 2021. وقال وزير المالية أن هذه المنظومة تعد خطوة هامة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما تسهم في تطوير المنظومة الضريبية ما يمكن الدولة من استكمال مسيرتها التنموية بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين. على صعيد آخر، أكد وزير المالية محمد معيط أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع في مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقال معيط في افتتاح الدورة التدريبية لنظم وآليات تنفيذ مشروعات النقل بحضور كامل الوزير وزير النقل أن الإنجازات الكبيرة المتعددة في مجال الطرق والأنفاق والموانئ خلال 5 سنوات الأخيرة أدت إلى تقدم مصر أكثر من 50 مركزا في مؤشر قطاع النقل بالتصنيف الدولي. ومن جانبها أشاد وزير النقل باهتمام الدولة بقطاع النقل باعتباره أحد شرايين التنمية الجاذبة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. عقدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية والصناعية الإماراتية، وذلك في مستهل زيارتها لإمارة دبي على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة. وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وموانئ دبي في السوق الإفريقي، وبصفة خاصة مجال دعم تواجد الشركات المقاولات المصرية وصناعات مواد البناء في هذه الأسواق الواعدة. كما أكدت الوزيرة حرص مصر على تعظيم الاستفادة من خبرات المؤسسات التنموية الإماراتية لجذب استثمارات جديدة للسوق المصري. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من العام مقارنة مع 7.8% قبل عام.
وأرجع الجهاز التراجع إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق. وكان معدل البطالة قد ارتفع إلى 9.6% في الربع الثاني من العام بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كوفيد 19. بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر نوفمبر 2020 للمستفيدين من البرنامج، والبالغ عددهم حوالي 1,239,000 مستفيد بتكلفة تصل إلى 556,943,000 جنيه، ويستمر الصرف لمدة يومين. ومن المقرر أن يتم صرف المساعدات لمستفيدي برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم نحو 2,000,000 مستفيد بتكلفة تصل إلى 1,016,000,000 جنيه اعتبارا من الثلاثاء المقبل. وشكلت نيفين القباج وزيرة التضامن غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة الصرف. وإلى البورصة المصرية التي تباينت مؤشراتها خلال التعاملات وتعاملات الأحد، وهي مستهل لتعاملات هذا الأسبوع وسط مشتريات للمستثمرين المحليين والأجانب. وفي المقابل اتجه العرب للبيع، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسية جي اكس 30 بنسبة 44%. وفي المقابل ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1%. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 627.5 مليار جنيه بعد تداولات بلغت أكثر من 1.5 مليار جنيه. بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحثت استراتيجية العمل خلال السنوات الخمس القادمة لدعم أجندة التنمية الوطنية وزيادة التمويلات الموجهة إلى القطاع الخاص. وذكرت الوزيرة أن مصر تعد أكبر دولة يستثمر بها البنك، وتقدر استثمارات البنك في مصر بنحو 2.3 مليار يورو، توجه منها 60% للقطاع الخاص. وكان البنك قد ذكر في تقرير أن مصر دولة العمليات الوحيدة بالمنطقة المؤهلة لتحقيق نمو إيجابي في 2020، وذلك بدعم من المشروعات القومية. إلى السعودية، حيث أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين هناك 5.8% في أكتوبر مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، في زيادة طفيفة عن معدل سبتمبر والبالغ 5.7%. وتواجه أكبر بلد مصدرة للنفط في العالم انكماشا اقتصاديا حادا هذا العام بعد أن قوضت جائحة كوفيد 19 الطلب العالمي على الخام، وبفعل إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد التي أضرت بالنشاط المحلي والعالمي أيضا. وقالت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم تلقى ضغطا من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 13%، وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة 7%. وفي الأردن، تراجع معدل التضخم ب2% على أساس سنوي في أكتوبر بعد تسجيله 1% في سبتمبر. ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، فإن معدل التضخم تأثر بانخفاض أسعار الوقود والإيجارات، وفي المقابل ارتفعت أسعار بعض فئات المواد الغذائية، وبلغ معدل التضخم السنوي 43% في الأشهر العشرة الأولى من 2020. تأثرت معدلات الاستهلاك في الأردن مع شروع المملكة في إجراءات الاحتواء تفشي فيروس كوفيد 19، وبدأت فتحا تدريجيا للقطاعات الاقتصادية منذ مايو الماضي. قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن هناك تفاؤل بشأن حركة أسواق النفط خلال العام المقبل مع تسجيل لقاحات جديدة ضد فيروس كوفيد 19 المعروف بكورونا المستجد. ولدى آخر تسوية، هبطت أسعار النفط بنحو 2% متأثرة بزيادة في المعروض، بالإضافة إلى مخاوف من أن تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا ربما يبطئ التعافي الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وقعت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر اتفاق للتجارة الحرة على مستوى العالم، في خطوة ضخمة للصين باتجاه تعزيز نفوذها بهذه المنطقة. ومن شأن اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة أن يخفض تكاليف التجارة، حيث يسمح للشركات بتصدير منتجاتها إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة.
15 دولة توقع الأكبر اتفاق للتجارة الحرة على مستوى العالم في خطوة ضخمة للصين باتجاه تعزيز نفوذها الاقتصادي، فضلا عن أمال بتخفيف الاتفاق من وطأة الكلفة الاقتصادية الكبيرة لوباء كورونا. اتفاق الشراكة الإقليمية الشاملة الذي تم توقيعه افتراضيا شاركت فيه 10 دول من جنوب شرق آسيا إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا. رئيس الوزراء الصيني قال إنه في ظل الظروف العالمية الحالية سيوفر الاتفاق بصيص أمل وسيرسخ طموحات الصين الجيوسياسية الإقليمية الأوسع حيال مبادرة الحزام والطريق. ومن شأن الاتفاق أن يخفض تكاليف التجارة حيث يسمح للشركات بتصدير منتجاتها إلى أي بلد ضمن تكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة، لكنه لا يشمل حماية البيئة وحقوق العمال. كما ينظر إلى الاتفاق على أنه وسيلة للصين لوضع قواعد التجارة في المنطقة بعد سنوات من تراجع دور الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس دونالد ترامب الذي شهد انسحاب واشنطن من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ. وعلى الرغم من أنه سيكون بإمكان الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات الاستفادة من الاتفاق، إلا أن المحللين يرجحون أن الاتفاق قد يدفع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة النظر في انخراط واشنطن في المنطقة. ومشاهدينا الكرام، بهذا التقرير انتهت هذه النشرة. أذكركم بأهم أخبارنا. بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارا من اليوم على 134 شركة، وذلك كمرحلة أولى. الإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم في الربع الثالث من العام إلى 7.3%. وأسيان توقع أكبر اتفاق للتجارة الحرة على مستوى العالم في خطوة تضمن للصين وضع قواعد التجارة بالمنطقة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه نشاطنا الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم. نشكركم دائما على حسن المتابعة. إلى اللقاء.